انت بترن على ايه بس؟ هي دي ليله الواحد ينام فيها؟ ما عشان كده قايم الفجريه تسيبني وتخرج. ما هو سلطان ده ما عندوش نظر ولا دم. في الدنيا عريس يسيب عروسته يوم صباحيتنا؟ عيب يا ورده، الحاج سلطان ملوش ذنب برضه. هو عايز مصلحته اللي طق يطق. ده راجل افضله علينا. عليك لوحدك يا حبيبي، وكمان بقى انت ما بتشحتش منه. اه انت بتاكل لقمتك بعرق جبينك، لولا انه لقاك راجل جدع وبيجي من وراك خير ما كانش باع عليه. ماني عارف يا ورده، انا دلوقتي بقول حاضر وايوه لاجل ما يبقى لي كلمه في السوق ونبقى سيد المعلمين بعد كده. تقوم تسيبني نهار صباحيتي؟ طب اللي هيجوا يباركولي نقول لهم ايه دلوقتي؟ قولي لهم، قولي لهم لسه نايم وما تفتحيش الباب الا لما ارجع. ازاي ما ده كلام يا جابر؟ هنأجزه اسبوع بحاله، وليكي عليا مش هنسيبك الا بعد ما تزهقي مني. انا يزهقوا منك؟ انت روحي، دي جلاوتك عندي بالدنيا كلها. لما ترجع. ايوه. قلبك ابيض يا جميل. اوعى كده، ما تاكلش بعقلي حلاوه. بلا حلاوه بلا جبنه، ما تربق امال يا جميل. لا خدي شيلي لنا دول واعملي لنا دول انا اكلهم. ايه دول؟ فراخ. انا بتكلموا على دول 500 جنيه الحاج سلطان اداهم لي، اللي انت قلتي عليه ما عندوش دم ولا نظر، قال لي شبرق بيهم عروستك ورده. وداهم لك بنفسه ولا زي ما نقطك في الفرح؟ لا بعتهم لي مع عادل. نبي سعادل ده راجل طيب وامير. واشمعنى بقى سعادل؟ ايوه احنا هنغير ولا ايه؟ ما كناش نغير عليك انت يا جميل، هنغير على مين؟ اوعى كده. ومال ناكل الفراخ الاول. مش هنعملوا حاجه. خلاص يا ستي انا هنعملوها، بس وحياتك ايه قشر لنا بصلتين وحط الميه على النار عقبال ما نغسلوا الفراخ. قلنا مش هنعملوا حاجه. الحكايه يا اخويا، هو انا وشي في بابا ولا ايه؟ قلت لك راجع على طول. والفراخ؟ ما تعمليش فراخ ولا زفت.